السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المركز الجامعي الجديد اللي راه قيد الانشاء ب يعني بولايه الغواط، ونتكلم على خاصه لما يلفت الانتباه هو يعني غياب كلي للمساحات الخضراء وللتشجير في هذه المشاريع هذه، يعني شيء مشين والله، شيء يعني يعني يعجز الكلام اللسان عن الكلام. يعني كاين جانب ايجابي اللي ظهر، يعني لاحظته في المشاريع تاع يعني في الولايات الجنوبيه، هو الاستعمال نتاع لو بافي في التبليط نتاع الاراضي الارضيه، وهذا شيء ايجابي حيث انه الماده الاساسيه اللي في هذا النوع من التبليط هو الرمل، وهو متوج بكثره في الجنوب، اذا وهذا شيء ايجابي. لكن هذا لا لازم ما يندرش على حساب المساحات الخضراء، مش التبليط يكون يعني باستعمال البافي، باستعمال يعني هذه الحجاره المصنعه، معناه انه ندير تبليط نبلط الارضيه 100% ونديره على حساب المساحات الخضراء وعلى حساب المساحات نتاع التشجير وكذا. لازم ديك فين نلقى توازن، ولازم نعتني بالجانب تاع الاخضرار نتاع المحيط، لان الشجره فيها الاكسجين، فيها وصى عليها ربي، وصى عليها النبي، يعني هذا يعني نقطه سوداء في عقول المسؤولين تاعنا في كل ولايات الوطن الحقيقه، مش غير في الولايات الجنوبيه. بزاف 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 والله العظيم. غير يا ودي اللي ما يحبش يدير التشجير يروح لدارهم، يروح يروح على روحه. نكتفي بهذا، والسلام عليكم.